يا مساء الفل على كل حبايبنا اللي بيتابعونا من كل مكان، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من لقمه هنيه. النهارده بقى يوم انا حابه جدا. النهارده وانا جاي للاستوديو كده كنت عمال كده افتكر الذكريات بتاعت محشي الكرنب اللي كنت باكله زمان كده وهو سخن لسه في الحله كده، هو خارج من الحله وانا راجع من المدرسه. فالنهارده قررت اعمل لكم محشي كرنب. محشي كرنب النهارده فيه طعم قوي جدا غني جدا، هو طعم الجنزبيل. هنحط جنزبيل على محشي الكرنب هيديله طعم حلو جدا، هيعجبكم وهتعملوه بنفس الطريقه دي ان شاء الله. كمان عندي بطه هحشيها. هحشي البطه دي ايه؟ هحشيها رز المحشي. يعني انا بعمل دلوقتي رز محشي، هاخد جزء من رز المحشي ده واحشيه جوه البطايه، وكمان هحط جواها ليمونيه. الليمونيه دي هقطعها شرايح بشكل معين هوريه لكم وانا شغال، وهحط الليمونيه دي جوه البطايه في اثناء السلق وفي اثناء الشوي في الفرن برضو، هتدي طعم حلو جدا وريحه خطيره جدا برضو. هنعمل ايه كمان؟ هنعمل ام علي بطريقه سهله جدا وبسيطه، نستخدم فيها الكرواسون ونشوف ازاي نعمل اسرع واسهل واجمل ام علي. هنعرف بقى المقادير بالطريقه بالخطوات بكل حاجه بعد ما نرجع من الفصل. استنى يا اهلا وسهلا بيكم مره ثانيه. رجعنا من الفاصل علشان نشوف ازاي النهارده هنعمل البطه المحشيه بحشوه رز المحشي، وازاي هنعمل محشي الكرنب بالجنزبيل، وازاي هنعمل ام علي بطريقه سهله جدا وبسيطه مش معقده ابدا. يلا بينا نبتدي. هبتدي معاكم الاول، منطقيا ان انا ابتدي معاكم الاول بالمحشي علشان اجهز الرز بتاعه واخد جزء من الرز ده احشيه جوه البطه واحطها تتسلق. يلا نشوف هنعمل ايه. هقول لكم حالا مقادير المحشي وانا بلبس الجلافز كده. مقادير محشي كرنب بالجنزبيل، مقادير كرنباية وسط، 2 كيلو رز، 2 كوب رز، بصل مفروم، نص كوبايه شبت وكزبره وبقدونس، خضره محشي. يعني قولوا الراجل خضره محشي وهو هيديكوا شبت وبقدونس وكزبره، كوبايه طماطم مبشوره، معلقتين صلصه بيوريه، ملح وفلفل، جنزبيل باودر، وده المكون السحري النهارده اللي هيخلي الطعم مختلف غير معتاد، كزبرة ناشفة، معلقة سكر دي برضو هتدي طعم حلو جدا لتسبيكة المحشي، كوبايتين مرقة. عشان أسلق بقى الكرنباية دي بعد ما أجيبها من السوق، اعملوا إيه؟ الكرنباية تبقى كبيرة كده، خدوا الجزء الناشف من الكرنباية اللي بيبقى طالع بره ده، ورق الكرنب نفسه هتنزلوه في مية بتغلي. المية اللي بتغلي دي حطوا فيها بيكربونات الصوديوم اللي هي بيكربوناته، ورشة كده صغيرة من الكمون هتديله ريحه حلوه جدا. طيب هنعمل ايه؟ يلا بينا نشوف هنعمل ايه. انا جبت هنا حله، والحله دي بسخنها على النار. حلو، خلي الحله دي تسخن كده على النار هنا، وبعدين هبتدي في مقادير الرز، رز المحشي. هعمل ايه؟ انا عايز رز المحشي. في ناس بتعمل رز المحشي ني في ني، في ناس بتسبكه. انا عارف ان كل واحده فيكم بتتفرج على الحلقه دلوقتي عندها طريقتها الخاصه وعندها الامضاء الخاص بيها على وصفه المحشي. انا النهارده هعمل لكم وصفه دي وجهه نظري عن المحشي، مش معناه ان هي دي الوصفه الوحيده للمحشي، لا في وصفات كتير جدا، بس دي اكتر وصفه انا حسيت ان هي مثاليه، طعمها حلو جدا، ريحه المحشي حتى بعد ما بيستوي بيبقى حلو جدا. طيب انا دلوقتي بسخن الحله على النار، هرتب بقى المكونات اللي انا هستخدمها. عندي هنا بصل، طماطم مبشوره، بيوريه طماطم. الترتيب انتوا عارفين نفس المكونات اللي انا ماسكها في ايدي دي، لو انا حطيتها بترتيب معين طعمها هيختلف عن ترتيب اخر. الترتيب بيفرق حتى في الطعم. انا من وجهه نظري مفيش حاجه اسمها نفس في الطبخ، في حاجه اسمها ترتيب في نزول المكونات على النار. لو احنا الاثنين انا وانتي بنعمل نفس الوصفه بالظبط ومعايا نفس المقادير، انا هطلع طعم مختلف عن الطعم اللي انتي هتطلعيه، وانتي هتطلعي طعم مختلف عن اللي انا هطلعه، علشان بس ترتيب المكونات مع بعض، ترتيب نزولها على النار، وقت استمرار وقت وجودها في النار اثناء التشويح، ده بيفرق جدا في الطعم. طيب يلا بينا نشوف بقى هنعمل ايه. هاجي هنا الزيت بدا يسخن، ممكن اجربه كده واحط واحده من البصل، لسه شويه محتاج شويه وقت كمان يسخن اكتر.
سعره 40 جنيه. كاتنج بورد نحطها هنا علشان نحضر عليها محشي ورق العنب وحشي الكرنب. تعرفين انا بحب محشي الكرنب اكتر بكتير من ورق العنب، وبحب محشي البتنجان اكتر من اي حاجه تانية في العالم، بحبه جدا. بدا يزقزق شويه بس لسه محتاج كمان سنه كمان بس اسخن من كده. هستغل الفرصه دي وهجيب هنا ورق الكرنب وهقطعه، هجهزه يبقى جاهز للحشو. بصوا بقى، التقطيع هنا هو اللي بيحدد طول وحدية المحشي. يعني انا دلوقتي لو قطعت مثلا من هنا هيبقى انا كده بعمل محشي قصير، لو قطعت من هنا محشي متوسط، لو قطعت من هنا هيبقى طويل على حسب. فانا عايز الطول يبقى شكله كده. في حاجات بسيطة كده لو عملتوها هتفرق جدا في شكل الحلة بتاعت المحشي اللي انتوا عاملينها. طيب هنا عندي الجزء الناشف ده، بعمل ايه؟ باخد كده بالسكينة، ما بستخدمش ده، بحطه يمكن احطه في قعر الحلة علشان المحشي ما يلزقش، مش محتاج غير كده. بصوا تقريبا القطع كلها نفس الطول نفس الحجم، فهتطلع الحلة كلها نفس الشكل من غير ما اخد وقت كبير. تعالوا ناخد واحدة كمان كده نجربها. هقطع بالشكل ده وحط دي جنبيها واقطع كده تاني، وبعدين هشيل الجزء ده والجزء ده، احط دول هنا كده جنبيها. ناخد بس الحته الناشفه دي، شايفين كلهم تقريبا نفس الطول. ناخد واحده كمان ونروح نشوف البصل، نروح نشوف الزيت بتاع البصل. لقيت هنا ان دي بتبتدي من بدري قوي، فهقطع كده وهقطع كده وهبتدي دي بقى ممكن اخدها كده اهوت، ودي تتحط في قعر الحله برضو. دي حجمها كويس وجاهز. بس هي دي قطع المحشي اللي انا هستخدمها، شايفين حجمها تقريبا متماثل متشابه جدا. هاجي هنا ابص على الزيت، الزيت قدح كويس، هشيل وحدتين البصل اللي انا كنت بجرب بيهم عشان مش عايز الوان غامقه. وهعمل ايه بعد كده؟ هبتدي بقى اعمل التسبيكه، التشويحه، شوفوا انتوا بتسموها ايه، في ناس كمان بتسميها التخبيعه او اليخنه بتاعه المحشي. سموها زي ما انتوا عايزين، بس المهم ان انتوا تعملوها. خلاص كده شلت كل قطع البصل، هعمل ايه بقى دلوقتي؟ بسرعه هنزل بالمكونات وهقلب علشان التشويح يمشي بشكل كويس. هنزل دلوقتي بالبصل، انا بحب اعمل ايه بقى كمان؟ بعد ما انزل بالبصل هنزل معاه بالملح والفلفل والسكر. السكر على النار بيتلسع سنه كده بيدي ريحه حلوه جدا. رشه صغيره من الملح، فلفل اسود خفيف، تقليبه قبل ما يلون البصل. دلوقتي بقى رشه السكر اللي هتشقلب كيان طعم المحشي. نقلب. بصوا بقى السكر لما بيبتدي يسيح بيبتدي يعمل كراميل. هو الكراميل ايه اصلا غير شويه سكر سايحين وعليهم كده مكعبين زبده، هو ده الكراميل. فعلشان كده عشان كده يبقى فيه طعم مكرمل جميل جدا في المحشي اللي محطوط على البصل بتاعه وهو بيتشوح سكر. نقطه ثانيه مهمه جدا، انا دلوقتي بشوح بصل، حطيت ملح وفلفل وسكر، عندي توابل وبهارات عايز طعمها يزيد ويطلع ويبان، فهعمل ايه؟ هحط التوابل دي اثناء التشويح وما ينفعش اسيبها كتير عشان ما تمررش. فاحط دلوقتي الكزبره واحط الجنزبيل، ولازم اقلب وما اسيبهمش كتير في الحاله دي. هقلب تقليبه دلوقتي بقى شامم ريحتهم طبعا قويه جدا. هحط البيوريه، بيوريه الطماطم، معجون صلصه الطماطم، ولازم يتحط
ونسمع الصوت ده. ليه؟ علشان ما يبقاش طعم الاكله او طعم الوصفه معجون صلصه طماطم ني، فلازم يتشوح تشويحه خفيفه كده قبل ما نحط ايه، قبل ما نحط الطماطم المبشوره. حلو جدا. ناقص ايه كده في الوصفه دي؟ ناقص الرز، وده انا هحطه حالا دلوقتي. واقلب تقليبه، مش عايز اسوي هنا، انا بس بقلب تقليبه، بلفهم مع بعض كده. وبعدين حالا بعد بس ما يمتزجوا كويس ويختلطوا كويس، حالا هطلع بره النار. هطلع دلوقتي كده بره النار، هاجي هنا واجيب بوله. ويا شباب يا جماعه، بنحط الخضره بعد ما بنطلع من على النار، بلاش تحط الخضره وانتوا على النار نفسها. هقلب هنا تقليبه، وبعدين هحط الخضره، خضره المحشي. نجيب بقى الطبق ده كده هنا وننزل فيه رز المحشي. انا زمان كنت دايما لما اروح عند جدتي الله يرحمها، طبعا كنت بحب الاكل بتاعها جدا، فكنت دايما بحب محشي الكرنب من عندها بارد. يعني بحب اكل المحشي الكرنب بتاعها وهو ساقع، كان طعمه حلو جدا. المحشي بتاع امي بقى وهو سخن خطير. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ خلاص انا كده جهزت الرز بتاع المحشي، هبتدي احشي محشي الكرنب. وهقول لكم هنعمل ايه تاني دلوقتي حالا. حشي بقى الكرنب من اسهل الحاجات اللي ممكن تتحشي. شايفين الورقه طويله ازاي؟ اقدر اعمل حاجه من الاثنين. لو انتوا عايزين تحسوا بطعم الكرنب قوي، يبقى طعمه ظاهر وباين جدا، خلوا الورقه طويله كده ولفوا اللفات كتير، فلما تلفوا اللفات كتير هيبقى باين طعم الكرنب قوي. لو انتوا عايزين تعملوا توازن ما بين طعم الكرنب وطعم الرز، اقطعوا الورقه كده نصين زي ما انا عملت. هعمل ايه؟ هجيب دلوقتي كده معلقه. طبعا في اساتذه دلوقتي بيتفرجوا علينا، سيدات فضليات خبراء في المحشي، بس برضو في نفس الوقت بنات امامير كده لسه متجوزين وعايزين يتعلموا الحاجات اللي الناس معظمها بيعرف يعملها دلوقتي. هعمل ايه؟ هبتدي بقى الف، وانا بلف بفرد كده وبفرد كده. صح يا عصماء، في بنات امامير زيك كده بيعرفوا يعملوا المحشي وهم لسه صغيرين. طيب هعمل ايه؟ هاخد هنا شويه كده من الرز زي ما عملت في الاولاني. ما تكتروش الرز، بصوا كده كده الرز بينفش، كده كده الرز حجمه بيزيد، فحجم المحشيه هيزيد عن الحجم اللي انتوا شايفينه بعينيكم، فخلوا كفايه الشكل ده، كفايه كميه الرز اللي انا حاططها دي. بصوا هنا المحشيه شكلها عامل ازاي؟ تحسوا كده ان هي ايه؟ متناغمه ومتناسقه كده. نكمل حشو. بالنسبة لي كده زي الفل. خد بس الرجلتين دول، هعمل لكم اتنين كمان وبعدين نخش نشوف هنعمل ايه بعد كده. ماشي، يلا ناخد بقى دي على تلاتة كده. بصوا عندي دلوقتي حتة ورقة بس فيها جزء مخروم، هل هرميها؟ لا مش هرميها. اهو انت بص منين؟ اهو بص هنعمل ايه؟ انا هاخد دلوقتي قطعه الكرنب اللي المحشي او اللي جزء منها مقطوع وهستخدمها. لو لقيتها بتنزل من جزء ما ممكن احط لها دعم خفيف بحته ورق تانيه من ورق الكرنب. نلف هنا بس خلاص، طالما قفلت كده مش هيحصل حاجه لو دي مقطوعه. دي بقى انا عملتها رفيعه قوي. اسكت، بصوا عليها كده بصه، شوفوا شكلها عامل ازاي. بصوا انا بالنسبه لي كل المحشي بنفس الطول، التخانه مختلفه، دي تخينه دي متوسطه دي صغيره. انا ترشيحي ليكم ان انتوا تعملوا الصغير ده، لان هو كده كده بعد ما ينفش هيكبر سنه ويبقى شكله حلو
ناس تقول رايك انتوا بتطبخوا كويس وضيوفكم هيجوا لكم كتير وحماتك هتحبك كل الحاجات دي. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا هنا عندي حله كنت حاشي منها جزء، شاف احمد شراره كان مساعدني كمان في ان احنا نعمل كميه حلوه من المحشي. حلو، شغلت عليها النار، حاطط تحت المحشي الاجزاء دي، الاجزاء بتاعه الكرنب اللي ما ينفعش تتحشي، الاجزاء دي انا حاططها تحت الحله. حلو، هعمل ايه؟ هبتدي بقى دلوقتي اخد صوابع المحشي اللي انا حشيتها واحطها في الحله واوريكوا هعمل ايه بعد كده. بصوا بعد كده اهوت، ده كده اهوت، وده كده اهو. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ دلوقتي هنزل بالمرقه، نديها بس تقليبه كده. يا سلام بقى لو تعملوا محشي بمرقه البط يا سيدي. هنزل دلوقتي بالمرقه، مش عايز يبقى المحشي حادق فمش لازم تكون مرقه بس، ممكن ازود شويه ميه في المحشي. خلوا الميه توصل لغايه يا دوبك، بصوا خلوا الميه توصل لغايه هنا كده، تبقى انتوا شايفين الميه بس ما تبقاش مغطياه. ليه بنعمل كده؟ مش انتوا عارفين ان احنا في الرز في المعتاد بنخلي الميه لغايه فوق الرز بعقله؟ ده منطقي، منطقي برضو لما نكون بنسوي محشي يكون الميه اقل من الرز العادي، لان الكرنب نفسه بيحتوي على رطوبه، الكرنب نفسه فيه شويه ميه فبيساعد الرز اللي جوه المحشي ان هو يستوي بكميه ميه خارجيه اقل. طيب هعمل ايه؟ هسيبه على نار عاليه وهغطيه لغايه ما كاني بسوي رز بقى، لغايه ما يغلي غلوه، بعد ما يغلي الغلوه هوطيه واطلع فاصل، واستناكم بعد الفاصل عشان نشوف قصه البطه او تروح في اي حته. مبسوط واقف هنا، مبسوط عمال اشم الروائح بتاعت المحشي اللي بدات تطلع. لو فتحنا كده نبص ايه اللي بيحصل، المايه بتاعت المحشي بدات تغلي، عايزها تتشرب سنه قبل ما اوطي عليها زي ما كنت بقول لكم قبل الفاصل. هضطر اروح اكمل الحلقه مع اني عايز افضل واقف هنا عشان ما يزفتش برضه تبقى مشكله. هعمل ايه دلوقتي؟ حطيت ميه على النار عشان اغلي اسلق فيها البطه، وهكلمكم بقى عن سلق الدواجن والكلام ده كله وازاي يبقى الطعم الحلو، طعم حلو والكلام ده كله. مهم بس عندي دلوقتي ان انا هجيب البطايه واحشيها رز، رز المحشي، مش عايز احشيها من بره ومن جوه، عايز احشيها من جوه بس، عايز شكلها من بره يبقى مستقيم ومستوي زي ما هو. طيب. طب انا ليه مش هحشيها من بره ومن جوه؟ لان انا مش محتاج كده كده كميه رز كتير، انا كده كده عامل محشي فعندي كميه من النشويات كافيه جدا على السفره. انا بس هحشيها ليه؟ علشان شوية الرز اللي هيبقوا جوه البطة دول بقى بيبقى طعمهم مختلف تاني عن أي رز، لأن هما بيبقوا واخدين من طعم البط المركز. تعالوا بقى نشوف هنعمل إيه، هقول لكم مقادير البطاية وبعدين نروح نحشيها ونشوف هنعمل إيه معاها. يلا بينا. بطة بخلطة المحشي، بطة كاملة، ملح وفلفل، كوبايتين رز المحشي اللي أنا كنت لسه عاملهم موجودين عندنا كله تمام، بصلاية مفرومة، معلقتين سمنة، خمس ثمرات ليمون بلدي او ليمونه ايطاليا واحده بس. بس هي دي المقادير، وصفه سهله جدا بسيطه جدا، هتتفرجوا عليها حالا وهتشوفوا ايه اللي هيحصل. اول حاجه هجيب الليمون وهقطعه 4/4 بالطول مش بالعرض، بصوا بالطول كده، مش عايز اقطع الليمون كده، عايز اقطع الليمون كده. هاخد الليمون ده بقى كده بقشره ببذره بكل حاجه واحطه في الميه اللي انا هسلق فيها البطايه. حاجه مهمه جدا، الدواجن ما بتتسلقش في ميه بتغلي، بتتسلق في ميه قبل درجه الغليان على طول. يعني لو سلقتوا داجن زي البطايه زي الفرخايه زي اي نوع من انواع الدواجن سلقتوها في ميه بتغلي بالشكل ده وعماله تبقلل كده، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان هي اللحم بتاعها هيبقى بيشد، وطوا درجه الحراره، ما تخلوش الميه بتتقلب، خلوها يا دوبك بتنمل، هتلاقوا طعم الدواجن بقى حلو جدا، طعم اللحم حلو والقوام بتاعه في المضغ حلو جدا برضه. غطي عليها هنا وبعد كده اجي هنا.
هعمل ايه بقى دلوقتي؟ اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هجيب البطاية وهجيب البصل ملح وفلفل، وعايزين نجيب حاجة نخلط فيها. هحط هنا هحط البصل. عارفين المرتة؟ طبعا انتوا عارفين المرتة، في ناس لو في ناس بتتفرج علينا من دمياط او بورسعيد هيبقوا عارفين المرتة كويسة جدا. المرتة بصل مفروم او مبشور عليه ملح وفلفل، في ناس بتحب تحط كمون، انا عندي هنا كمون بس انا مش هحط كمون عشان انا ما بحبش الكمون، بحس ان الكمون بيغير طعم الاكل زي ما انا بقول لكم دايما، فبحط كمون يعني لما بضطر احط كمون. هعمل ايه بايدي كده؟ هضغط على المحشي كويس، عايز كده بس اطري المحشي، سوري مش المحشي، البصل، عايز اطري البصل كده. اضغط عليه كمان، اطريه اكتر واكتر واكتر. حلو، نجيب بقى الاستاذه بطه نحطها هنا. خلي السمنه دي جنبنا، هقول لكم انا جايب ليه سمنه وهعمل بيها ايه. بصوا بقى، هاجي هنا اروح واخد المرته حاططها جوه البطايه. طبعا البطايه دي للاسف الشيف احمد شراره جابها لنا مقطوعه، للاسف شراره مش عارف اقول لك ايه، بس انا هقول لكم لو مش مقطوعه تعملوا ايه، ولو مقطوعه تعملوا ايه برده. بالظبط، هاجي هنا هروح حاطط شويه كده من البصل وادعك بايدي. انا بفرك المرته جوه التجويف بتاع البطايه، ده بيعمل ايه؟ ده بيخلي الطعم حلو في الاجزاء اللي انا بدعك فيها دي كده. اقلبها كده اهوت، نقلب البطه على بطنها ونحط لها المرته ندعك برده بالشكل ده. نحاول ندخل في الاماكن اللي نقدر ندخل فيها عشان نخلي الطعم احلى واحلى كده. بالنسبه لي كويس جدا بايدي كده، بس البواقي بتاعت ميه البصل دي هحركها على البطايه. طيب ايه اللي انا هعمله بقى دلوقتي؟ طبعا يا احمد انت مش عايز تتكلم، عملت اقول لهم كده في الكنترول دلوقتي، تقول لهم يا جماعه انا مش عايز اتكلم. ماشي، البطه تحبس الانفاس بالظبط كده. ماشي، وبعدين يا احمد انا بحبك والله. هاجي هنا هروح جايب الرز، هروح جايب الرز، انا هوريك يا ابو حميد. وبعدين اروح حاطط الرز هنا كده جوه البطايه. ما تكتروش رز جوه البط، ليه؟ لان كده كده الرز ده بينفش، فمش محتاجين زي المحشي كده بالظبط، زي محشي الفلفل، محشي البتنجان ما بتملوش البتنجانيه قوي، ما بتملوش المحشيه الفلفل قوي، علشان كده كده الحجم ده هينفش وهيزيد. نزود كده اهوت، ناخد بقى معلقه كمان من الرز، رز المحشي، الرز ده مش هرميه، المتبقي ده هستخدمه، بس مش عايز بقى احط تحت الجلد رز كده، بالنسبه لي كفايه لان الوصفه مليانه رز موجود جوه المحشي نفسه. طيب هعمل ايه؟ هبتدي بقى ايه، اقفل البطايه. طبعا جايب الرجل دي، بصوا انا عملت ايه عشان تبقوا انتوا عارفين برضو، انا عندي جزء مقطوع من جلد البطه، كويس ان ده حصل عشان نشوف نعمل ايه لو ده حصل. لو ده حصل تبتدوا ان انتوا تقفلوا الرجل دي الاول وبعدين تحطوا التانيه تحتيها، فكانها مش مقطوعه بالظبط. هنعمل ايه؟ هنيجي هنا ناخد كده الجزء ده من البطايه، وبعد كده ناخد دي ما نحطهاش في نفس التجويف، نحطها تحت رجل البطه التانيه، تحت الرجل التانيه بتاعت البطه. واللي حصل ان انا كان ده مش مقطوع، ممكن اطلع بقى الجلد كده كمان سنه عشان يغطي على اللي الشيف احمد شراره عمله كده. بالنسبه لي زي الفل، غطيت الجزء اللي مقطوع من البطايه وبقت محترمه اهي وزي الفل والدنيا تمام. معلش لازم نستحمل شيف شراره لان احنا برضو بنحبه. طيب هنعمل ايه؟ هنيجي هنا، الميه اللي بتغلي دي انا مش عايزها بتغلي كده، فهعمل ايه؟ هتبلها الاول وبعدين هقول لكم هعمل ايه. ناخد كده معلقه من الملح، معلقه من الفلفل الاسود، طبعا احنا حاطين فيها الليمون الاربع تربع اللي انتوا شفتوه، حطينا ملح وفلفل اسود. حلو، وبعدين هروح جاي حاطط فيها بواقي البصل المرتة اللي انا كنت بستخدمه، بيلو كمان
وبعدين هبرد الميه بان انا اضيف لها ميه بارده من بره. كده بقت ميه مش بتغلي. انا محتاج درجه الحراره تبقى اقل، اللي احنا درسناه ان هي تبقى اقل من 96 درجه مئويه. دي طريقه تسويه اسمها السلق البطيء، هي دي اللي بتستخدم لكل الدواجن. السلق البطيء طريقه انت ما بتشوفش فيها البقليل بس بتشوف الميه بتتحرك. ممكن تبص كده يا احمد، شايف المرة بتتحرك ازاي؟ الميه بتتحرك، ده معناه ان هي كده نقدر نحط البطايه دلوقتي. هو ده اللي انا عايزه، هو ده اللي انا محتاجه. جاي هنا كده وحاطط البطايه في الميه. هل بقى لازم الميه تغطي البطايه لغايه هنا؟ لا، كده حلو جدا. كل ما نكتر ميه كل ما طعم البطايه هيروح في الشوربه، واحنا مش عايزين ده يحصل. هغطيها، هغطيها كده واسيبها هنا كده على جنب لغايه ما تستوي تلات ارباع تسويه. بس لازم الرز يبقى دخل في التسويه علشان خلاص بعد ما اطلعها الرز مش هيستوي تاني. الرز محتاج سائل دايما يستوي فيه، علشان كده بنسلق البطايه دي. علشان كده البطايه المحشيه دي ما كانش ينفع نشويها على طول، لازم الاول تتسلق سلقه علشان الرز يستوي. بس البطايه دي لو ما كانش فيها رز كنا ممكن نشويها على طول. وفي حلقه من الحلقات ان شاء الله قريب في خلال شهر يناير هعمل لكم فيها بطه مشويه على طول، مش هتحتاجوا ابدا ان انتوا تسلقوها وبعد كده تشوها. هتلاقوا طعمها كمان احلى بكتير، لان طعم الاكل المشوي بيبقى اغنى بكتير واحلى من طعم الاكل المسلوق. هقول لكم تعملوا ده ازاي، في طريقه كده معينه هنعمل بيها البطايه هينفع تستوي جوه الفرن من غير ما تتسلق. المحشي، المحشي اتشرب خلاص. كل اللي محتاجه دلوقتي اوطي عليه درجه حراره خالص، هخليها اوطى درجه حراره ممكنه. في البيت هتعملوا ايه؟ هتوطوا وتحطوا الشياطه اللي انتوا بتحطوها تحت الرز، حطوها برده تحت المحشي لغايه ما المحشي يستوي كويس. حلو، البطايه دي هسيبها على النار لغايه تمام، مش تمام التسويه، لغايه تسويه 75% زي ما قلنا، وبعد كده هندخلها الفرن تتحمص. وانا جايب السمنه دي علشان بعد ما البطايه تطلع من السلق، وهوريكوا ده، بعد ما البطايه تطلع من السلق هطلعها واحطها في طبق وانشف جلدها بالمنديل واحط عليها السمنه من فوق الجلد وادخلها الفرن. ليه هنشف جلدها بالمنديل؟ عشان يبقى الجلد بتاعها جاف ما يبقاش رطب. الجلد الجاف بيتقرمش في الفرن، الجلد الرطب هيتقطع مش هيبقى شكله حلو ولا طعمه حلو. طيب احمد تحب تاخد فاصل وبعد كده نرجع نرجع نشوف ام علي هنعمل فيها ايه، ولا نخش في ام علي دلوقتي؟ ماشي يلا بينا. دلوقتي انا هطلع فاصل، بعد الفاصل هرجع لكم هنشوف البطه واحنا بنطلعها من ميه السلق وازاي هننشفها، نحط عليها السمنه، نحطها في الفرن ونشوف هنعمل ام علي ازاي. استنوا. اهلا وسهلا بيكم مره تانية. رجعنا من الفاصل بعد ما كنا المحشي خلاص على النار، في نفس الوقت كنا بنسلق البطه. احنا طولنا شويه في الفصل الصراحه، والبطه هنفتح عليها دلوقتي نشوف اخبارها ايه. محتاجين بقى نوطي النار، انا مش عايز نوصل لدرجه الغليان دي، فلازم اوطي عليها النار شويه وما اغطيش قوي، يعني خليها كده مفتوحه عشان تتنفس، عشان مش عايز ميه تبقى بتغلي جامد كده. نغطي عليها كمان، وطيت عليها خالص. هعمل ايه بقى دلوقتي على ما البطه تستعد وتخش في التسويه؟ هقول لكم مقادير ام علي وهنعملها سوا. يلا نشوف هنعمل ايه. ام علي عايز فيها دي، انا عايز المكسرات اللي موجوده عندكم في البيت. لو ما عندكوش مكسرات هقول لكم تعملوا ايه. عايز العيش، بواقي العيش اللي موجوده عندكم في البيت. لو ما عندكوش عيش متبقي هقول لكم تعملوا ايه. بص انا عايز بواقي عيش او كرواسون او عيش فين او عيش بلدي او عيش سن، اي نوع من انواع بواقي العيش اللي موجوده عندكم. لبن، كوبايه لبن، ربع كوبايه سكر. هاتوا بقى زبيب وجوز هند وحطوا اي مكسرات. انا عندي سوداني هنا في البرنامج، وخدت السوداني ده، ممكن يجي هنا ابو حميد، خدت السوداني ده كمان ورحت محمره في الزيت علشان يبقى مقرمش كده وحلو. هجيب له طبق ومنديل، هفرد المنديل ده هنا بصوا بقى انا هعمل ايه النهارده في ام علي دي. ام علي انا هعملها النهارده، انا مش عايز ادخلها الفرن، ما عنديش وقت ادخلها الفرن، فهتقلها على النار لغايه ما تبقى تقيله. هتواجهني مشكله واحده بس،
ان السطح بتاعها مش متحمر، فهعمل ايه؟ ممكن احطها في الفرن هنا واقربها قوي من الفرن فتاخد وش بسرعة، تاخد لون بسرعة في خلال مثلا دقيقتين ثلاثة، او طريقة تانية هوريها لكم بس لما يجي وقتها. انا عملت ايه؟ انا خدت اللبن بتاع ام علي حطيته هنا على النار، عايزه بس يسخن، عايزه يغلي يعني قبل ما يفور على طول هطلعه من على النار. هقول لكم بس حالا هنعمل ايه. تعالوا بقى نختار كده طبق لام علي او طاجن، نشوف لها حاجه كده مناسبه ليها. ممكن نعمل ام علي في طبق ازاز، طاجن ازاز كده يكون مناسب ليها. ممكن ده حجمه معقول كويس جدا. استنوا كده ما ابص على حاجه، تقلقوش انا جاي حالا. لا مش عايزك تقلق يا ابو حميد. ماشي براحتك. حلو دول، حلو ده. يلا بينا، هعمل ام علي هنا وهنا. يلا بينا. هبص على اللبن بسرعه، مش عايز اللبن يفور بس عايزه يسخن كويس. وبعدين هاجي هنا هجهز الكاسات واجهز الطاجن الازاز. اللبن دلوقتي قرب يغلي، هعمل ايه؟ خلينا نبعد المحشي ده كده من على النار دلوقتي ونركز مع اللبن. نيجي هنا نحط، الله عليك، هحط بقى السكر وهحط نص كمية جوز الهند علشان عايز جزء من جوز الهند يطرى شوية. أنا من الناس برضو اللي بتحب جوز الهند قوي، عشان كده بحب الحلويات اللي بتتعمل بجوز الهند زي مثلا الشكلمة. بحب الشكلمة جدا، بالنسبة لي يعني من أحلى الحلويات اللي ممكن أكلها. هقلب تقليبة هنا كده وبعدين هجيب الزبيب، برضو هحط الزبيب نص كميته على النار. ليه؟ علشان الزبيب زي ما احنا عارفين كده هو عبارة عن عنب مجفف، يعني عنب فقد شويه من الميه بتاعته، فلما بنرجع نحطه تاني في ميه سخنه او في لبن سخن او في اي مكون ساخن بيبتدي يرجع تاني لحالته مش الطبيعيه، بس بيكتسب بعض الميه اللي هو خسرها اثناء التجفيف، فبيبقى طعمه حلو وقوامه كمان بيبقى حلو جدا. هقلب تقليبا كده، تقريبا خلاص خلصت. هعمل ايه؟ هاجي هنا هجيب الكرواسون واحطه هنا اهوت، واجي اجيب اللبن المغلي اللي خلاص غلي. انا بقى هنا مش حاطط في الوصفه دي قشطه، مش حاطط فيها كريمه، مش حاطط اي حاجه من الحاجات دي، مش عايز الوصفه دي تكون مكلفه بالنسبه لي كده. تمام، اروح نازل هنا باللبن وعلى السطح هنا ممكن انزل بزبيب تاني، جوز هند تاني، لو في حتت كده صغيره من العيش اللي انتوا حاطينه او الكرواسون باينه حاولوا بس تغطسوها كده سنه بس في اللبن علشان تبقى طريه. كده كده اللي هيحصل ايه؟ احنا هنسيبه دقيقه دلوقتي. اللي هيحصل ان العيش او الكرواسون اللي احنا حاطينه هيشرب اللبن، فلما يشرب اللبن مش هيبقى فيه سيولة عالية. كده مش فاضل بس غير الجزئية الخاصة بتحمير الوجه. ممكن بقى نعمل ايه؟ بص ممكن نعمل ايه، هنجيب هنا سكر، احنا ما زودناش السكر واحنا بنحط على اللبن علشان اعمل اللي انا هعمله دلوقتي ده. اروح جايب هنا سكر واروح حاطط السكر ده هنا كده، لا ولا الصغيرين بيعملوها في البيت ولا الكبار حتى يعملوها في البيت، احنا بس اللي نعملها هنا. وبعدين نجيب هنا كده ونقفل المربع ده، وبعدين
وبعدين نحرق بقى السكر ده. طبعا ما تعملوش كده انتوا في البيت، اللي هتعملوه ان انتوا تحطوها في الفرن. عارفين الكريم بروليه، الحلوى الفرنسيه اللي بتتعمل بالصفاره البيض والكريمه، في النهايه بيتحط عليها سكر وبيتحرق الوجه بتاعه او السطح بتاعه، بيبقى مقرمش كده وحلو جدا. ده بيدي طعم وريحه تدخينه كده حلوه قوي للوصفه. كده بالنسبة لي معقول إلى حد ما، ممكن آخد بس كده لفة سريعة بس كده بالنسبة لي حلو جدا. هيطلع بقى طعم وحكاية. هعمل إيه بقى دلوقتي؟ دلوقتي اللي أنا هعمله إن أنا هحط خلاص ده كده، طب أنا بس وأنتوا بتمسكوه إن هو مش مولع ده. أم علي، هجيب بقى هنا الطبق بتاع البطاية. في حاجة ما حطيناهاش، هي السوداني، وده هنحطه حالا دلوقتي كده. انتوا عارفين لو حطيتوا حتى سوداني مملح هيبقى طعمه حلو جدا، لانه هيبقى هو حادق مع ام علي المسكره، هيعمل كده كونتراست حلو جدا، في تضاد في الاطعمه كده، هيخلي قوام المضغ حلو قوي، لان هو كمان مقرمش حلو قوي. انا كده خلاص خلصت ام علي. دلوقتي تعالوا بقى نستقبل المحشي والبطاية. المحشي كنا مسويين شوية كمان قبل ما نطلع، نجيب بقى هنا دي كده ونغرف المحشي هنا. يا سلام، المحشي مفلفل كده عشان الشيف شراره سمع كلامي ومشيش بدماغه. صح يا شيف شراره؟ بس يا ابو شراره، يلا هنعمل ايه دلوقتي؟ نجهز بس كده ايه الطبق بتاع المحشي عشان هو هيستقبل دلوقتي ضيف عزيز قوي على قلبه وقلوبنا كلنا. ايه اللي انا هعمله دلوقتي؟ البطايه عايز افرجكم عليها واقول لكم انا بعمل ايه وعايز اعمل ايه بالظبط. هاجي هنا، ده خلاص كده هنحطه دلوقتي على جنب هنا لغايه ما يجي دوره مره ثانيه، وهاجي هنا هروح واخد بالمقصوصه، هروح واخد البطايه من الميه، ميه السلق، البطايه المحشيه اللي محشيه رز المحشي، وروح جاي هنا كده يا ولاد حاططها هنا، واشوف لها صينيه على قدها واروح جاي شايلها من فين المقصوصه اهي، اروح جاي شايلها من الطبق هنا كده، ننزلها في الصينيه معاها كده الليمون اللي كان هنا ده، الربع الرابع احطه هنا اهوت. وزي ما كنت بقول لكم اثناء الحلقه ان انا هنشف جلد البطه. ليه هتعمل كده يا استاذ شريف؟ علشان عايز الجلد ده بعد ما يخش الفرن يبقى مقرمش، فلازم يبقى جاف. الجفاف هو اللي هيخليه يقرمش، طول ما هو رطب، طول ما هو مبلول كده عمره ما هيقرمش. شايفين البطايه اللي كانت رجلها مقطوعه، اللي كان جلدها مقطوع الى حد ما، بعد ما طلعناها من الفرن او بعد ما طلعناها من النار من السلق
محافظه على شكلها، علشان احنا دخلنا الاول الرجل اللي كانت ناحيه جلدها مقطوعه، كان نزلنا من تحتيها الجلد الثاني. قولي قولي يا فوزي. حلو جدا. دي مرحلة تانية. ليه يا حبيبي ما تقول؟ دي مرحلة تانية مهمة جدا، هي مرحلة السمنة. هنحط سمنة على سطح البطاية اللي استوت بنسبة 90%. على سطح البطاية بحط سمنة، السمنة دي هتسيح في الفرن اللي محطوط على الجلد الجاف، هتخلي الجلد مقرمش وحلو جدا. زي الفل. ناخد كده ونكمل هنا. بس هو ده اللي انا عايزه بالظبط. هعمل ايه؟ هفتح الفرن واجيب البطايه ادخلها في الفرن واخلي درجه الحراره 170 واسيب البطايه لمده تلت ساعه او لغايه ما الاقي لونها مظبوط. هو ده اللون اللي انا هبقى او هوريكم حالا دلوقتي اللون اللي انا عايز اوصل له بالظبط شكله عامل ازاي. طيب تعالوا بقى نشوف البطايه نفسها هنعمل فيها ايه، او تطلع من الفرن شكلها عامل ازاي. تطلع الجلد بتاعها متحمر. دي بقى رجلها كانت سليمه يا ابو حميد، بس عندها مشكله تانية. شراره كسر رجلها من هنا. شوف شراره. بس بنحبه بقى نعمل ايه؟ لا يا جدع غريب قوي، بيحب الوراك. وبعدين هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ نجيب بقى هنا كده ايه حاجه نقطع عليها. طبعا انت انهيار ضحك عندك صح؟ طيب هروح جايب هنا كده بطايه، وروح جايب سكينه، وبالسكينه دي هقطع من الجزء ده الجزء بتاع الزلموكه. ليه بقى؟ علشان اول حاجه انا بحب اكلها، تاني حاجه ان انا عايز احط البطايه هنا في وسط احتفاليه المحشي دي. اروح جاي هنا احط ده كده اهوت. تعالوا بقى نشيل الحاجات دي خلاص، مش عايزينها مش عايزينها هتلغوش علينا. وبعدين نجيب البطايه ونيجي هنا نجيب لها كده ايه سباتولا او حاجه، خليها سباتولا عشان ما تقطعش المحشي. وبعدين نفرق كده ما بين وحدات المحشي ونعمل تجويف عشان نحط فيه الاستاذه بطه. سمعت الكلام؟ لا خلي بالك، لا 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 لا، ممكن بقى نعملها فكرة تانية. ممكن نزود نكبر لو هي احنا عايزينها تقف كمان وتبقى مستقرة أكتر من كده، ممكن نكبر مساحة السطح المقطوع من تحت، لأن السطح المقطوع من تحت ده هو اللي بيديها قاعدة تقعد عليها. بس خلاص احنا قعدناها أهو. دي كانت حلقة النهاردة. النهاردة عملنا إيه؟ النهارده عملنا محشي كرنب بالجنزبيل، ورز المحشي ده حشيناه جوه البطايه، سلقناها وبعد كده حمرناها في الفرن، طلعت مقرمشه زي ما انتم شايفينها كده. عملنا كمان في نفس الوقت عملنا ام علي من غير ما ندخلها الفرن، عملناها على البوتاجاز، حطينا شويه سكر زي ما بنعمل كريم بروليه وحرقناه بالتورش. لو ما عندكوش التورش دي تقدروا تحطوه في الفرن قريب من العين اللي فوق، قريب من اللهب، علشان الوش بتاعه يتحمر. اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم. اعملوا المحشي ده بكره. تابعونا كل يوم في نفس الميعاد من الساعه 1 للساعه 2. اشوفكم بكره ان شاء الله.